تعال ورايا يا امشير يا بيه امشير. امشير؟ اه يعني امشير بزعبيبه يعني. لا كده يا بيه. طب وايه الفرق بقى بين كده وكده؟ كده تسليك وكده توليع. ظريف قوي يا تبشير. الله. اما سمير ما سمير. ما قلنا امشير، ما تخليك بيه يا بيه. هات بابا راك. اقعد. يا فندم العفو. اقعد. قال لي بقى انت بتشتغل ايه؟ ولزومها ايه بس قله القيمه دي؟ انا فنان. ممثل يعني. حاجه زي كده. وبتمثل بتلعب ايه يعني؟ كوميدي دراما؟ لا بلعب حديد. حديد؟ ايوه. ده نوع من التمثيل عمري ما سمعت عنه. ايوه حاجه شعبيه. فولكلور يعني. عفارم عليك، اهو حاجة تبع الفول والعدس وهو كله أكل عيش، فتح عينك تاكل ملبن. المهم خلينا في الشغل. أحسن. وهشتغل إيه بقى؟ هي شغلانة بسيطة أوي، محتاجة لتور. تور زي حضرتك. تور؟ إيه؟ هتجر الساقية؟ لا، هتجر الزباين. زباين إيه؟ زباين المحل اللي تعمل شوشر. والله ما أنا فاهم حاجة. أفهمك. بقى في ناس تيجي هنا المحل عشان تسهر وترقص، يفضلوا مؤدبين لحد رابع كاس، وفي الخامس ايه اللي ادب كويس، في السادس ترميهم بره لغايه ما اجي انا بنفسي عشان اخلص عليهم. حضرتك ايه مستهتر بيا؟ تعرفش ان انا اخدت بطوله الجمهوريه في لعب البيلي؟ مش مصدق. بهجت. بص يا عزيزي منشير، قصدي امشير امشير، انا زمان كانت قوتي مضرب الامثال. طبعا انت سمعت عن حميدو في قوه اسكندريه. تعرف لما جه مصر رنيته حته الدين علقه؟ انت نسيته اسمه وخليته يبيع شنبه في المزاد. ارحم عبيدك اللي فوق. في حسره شوره اتكلمت عنها جميع الجرايد. انتشرت في الجرايد؟ مال طبعا ما عرفهاش. شكلك كده بيقول انك ما تعرفش الالف من صباع الموز. ازاي بيه؟ انا راجل مثقف. أنا خدت توجيهية 16 مرة. أنت؟ أيوة، بدل 16 تلميذ خايب. وإيه اللي رماك على كده؟ والله كانت شغلانة كويسة وبكسب منها عال. كنت باخد على كل تلميذ 25 جنيه. بتسترزق بتهلب يعني. أيوة، إنما جت في الآخر ولبخت شوية. إزاي؟ والله قصدوني أخش أخد دبلوم فنون تطريزية بدل بنت عندها 16 سنة. بقى ده معقول. بقى في بنت بشنب وماس جزمتها 45. ما تفكرنيش، لحظة اللي حصل يوميها لسه مقصر في جدتي. امشير. ايه؟ مش مصدقني؟ ما معقول يعني تخش الامتحان؟ هي ايه سايبة؟ فيش اركان جلوس، ما فيش صور، معقولة دي؟ يا بيه، يعني معقول الراجل ينزل شنبه في المزاد؟ طيب فوت دي فوت. كده واحدة بواحدة. الظاهر انك واد ملاح الحاوي. ضروري هنفهم بعض كويس. عيب. ده انا عدو في النقابة، انا استاذ.